هو آية وعلامة وكرامة وهو الإمام، هو حافظ لحديث أحمد سيدي خير الأنام، وسحابة علوية فيها الصلاة مع السلام، وصحيحه جمع الفضائل كلها خير الكلام. إن البخاري راية مرفوعة رغم اللئام، لا ترجموا وترجموا فحفظه بلغ التمام. إن البخاري راية وكرامة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. روينا بسند متصل إلى شيخ الإمام والحافظ الحجة الإمام أمير المؤمنين في الحديث وشيخ مشايخه في القديم والحديث سيد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، ونفعنا بمحبته ومحبة رجاله، آمين. قال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على المنبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من المقرر عند علماء المصطلح أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بروايته، وقسم يتعلق بدرايته، وكل واحد منهما ينقسم إلى أقسام عديدة ومتنوعة، وكل من هذه الأقسام يسمى باسم خاص، وهذا يدرس ويتعلق بعلم مصطلح الحديث، وسأشرع بعون الله عز وجل في إعادة تدريسه. أسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والقبول والعمل، وسأخبركم بالزمان والمكان في حينه بإذن الله تعالى. لكن أحب أن أعلق في هذه العجالة على قول بعض أهل العلم ممن ينتسب إلى الحديث، حيث قسمه إلى أقسام ثلاثة. قال: وتبعه في ذلك بعض من أهل العلم، والجمهور على خلاف ذلك. قال: القسم الأول حفظ المتون ومعرفة فقهها ومعرفة غريبها، وهو أفضلها وأعلاها. القسم الثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها عن سقيمها. ثم قال: وقد كوفي المشتغل بهذا العلم ما صنف من المصنفات والمؤلفات والكتب التي كتبت في هذا المجال. فقال بأن هذا من باب تحصيل الحاصل. ثم قال:
ويتكلم عن القسم الثالث قال جمعه، جمع الحديث، وتدوينه وسماعه وطلب العلو فيه والرحلة من أجله. قال والمشتغل بهذا لا يشتغل بالأهم، لأن الأهم كما يقول هو أن يعمل الإنسان بذلك وأن يشتغل بالفن الأول الذي يتعلق بماذا؟ الذي يتعلق بشرحه وفهمه ودرايته واستيعابه، لا شك فيها. العلماء المحققون من أهل الصناعة ومن أهل الحديث رفضوا هذا الكلام، وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، قال وقوله، وذكر كلامه، أن هذا الفن، أي الفن الثاني، ليس من الأمور التي ينبغي أن يشتغل بها المحدث أو الطالب أو الباحث، قال ليس بصحيح، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الفن الأول إلا بالتالي. إذا كان التصنيف في الفن الثاني يعني من الأهمية بمكان، أو في الفن الأول من الأهمية بمكان، فإن المرقاة إلى الأول لا يكون إلا عن طريق الثاني، الثاني هو وسيلة إلى الأول. والسند عند علماء الحديث هو إخبار عن طريق متن، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، والسند إخبار عن طريق متن كالإسناد لدى الفريق. إذن الإسناد هو إخبار عن طريق متن يوصلك إلى المتن، إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أفعاله، إلى تقريراته، إلى صفته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. إذن السند يوصلك إلى الجوهر، إلى الحقيقة، وسيلة إلى الغاية. ومن المقرر عند العلماء أن الوسيلة تعطى حكم الغاية إذا كان المقصود من ذلك. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله ما ألف في غريب الحديث وكذلك في شرحه هو أكثر مما ألف يعني في سند الحديث وفي رجاله، هذا شيء معروف. فلو ادعى مدعي أن ما ألف في ذلك لكان صادقا ولا أصاب الصواب ولا أصاب الحقيقة. وعليه فمن لم يهتم بالفن التالي، أي بدراسة الرجال وبدراسة السند، يقع له الخلط بين الصحيح والسقيم وبين ما جرح وما عدل من الأحاديث ومن الأسانيد، فربما يستدل بالضعيف، ربما يستدل بالموضوع، وربما يستدل بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قلنا وقد تقدم ذلك، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فمن جمع بين الفن الأول والثاني ما يتعلق بالدراية والرواية فقد حاز القدح المعلى، مع تفريط فيه إذا أخل بالثالث، أي بسماع الحديث وبالبحث في رجاله وفي الرحلة كذلك بالسماع من أربابه ومن أصحابه. وإذا جمع بين الفنون، بين الأول والثاني، بين الفن الأول والثاني والثالث، كان محدثا فقيها عالما كاملا. هذه الإشارة الأولى على وجه الاختصار. الإشارة الثانية تتعلق بقول بعض أهل العلم، وهي حكمة يعني يتداولها بعض الناس في مصنفاتهم ومؤلفاتهم، لكن تحتاج إلى تحقيق وأن تفهم في سياقها. يقولون العلوم أنواع ثلاثة: علم ناضج ولم يحترق، وعلم ما ناضج وما احترق، وعلم ناضج واحترق. العلم الذي ناضج ولم يحترق يذكرون علم النحو، يقصدون علم النحو، وكذلك يقصدون علما آخر. والعلم الذي ما نضج وما احترق يقصدون علم البيان والتفسير. والعلوم أو العلم الذي نضج واحترق يقصدون به علم الحديث وعلم الفقه.
الأول يقصدون به النحو وعلم الأصول، والعلم الذي نضج واحترق يقولون ويقصدون علم الحديث وعلم الفقه. نضج العلم معناه أنه اكتمل، نضج العلم معناه أن العلماء بحثوا فيه وأكملوا مباحثه بحيث لا يبذل الباحث أو الطالب فرط عناء في إدراكه وفي تحصيله. واحتراقه، احتراق هذا العلم بمعنى أنه استقصي البحث فيه، قتل بحثا، فلا نجد أو ربما نجد فيه من الزيادة التي ليست من أصله ومن علومه وعليه. فإذا كان علم الحديث مما نضج واحترق نقول نحتاج إلى تهذيبه، إلى اختصاره، كي يسهل ذلك على طالب علم الحديث وعلى الباحث. وإذا اكتمل العلم بطبيعة الحال لابد لمن يأتي بعد ذلك فيجد الطريقة سهلة لإدراكه والاستيعابه. هذه حكمة لابد أن نضعها في مكانها. فلهذا الاشتغال بعلم الحديث رواية ودراية هي مستمرة دائما وأبدا، لأنك تشتغل بأهم العلوم التي تتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم يرتبط برسول الله، بالحضرة النبوية، ولا يمكن لأحد كيفما كان أن يصل إلى الله، إلى توحيده، إلى معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته دون أن يلج وأن يدخل من باب الحضرة النبوية، وأن يعتني بمولانا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دراية ورواية. والمغاربة ولله الحمد شأنهم كشأن المشارقة من العلماء وغيرهم، اهتموا بصحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، اهتموا به اهتماما عظيما، علماء وأمراء وباقي المسلمين. وستأتي محاضرة أخرى تتعلق باهتمام الملوك العلويين وباهتمام العلماء وسائر المسلمين بصحيح البخاري وبتأثيره على حياتهم العلمية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية. ستأتي محاضرة خاصة في هذا الباب. المغاربة تهتم أولا بموطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، لأنه من أول الكتب الحديثية المنقولة إلى المغرب. فظل المغاربة مهتمين بموطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، لأنه العمدة في المذهب، هم على مذهبه، على أصوله، فلهذا اهتموا به. ثم توجهت عنايتهم بعد ذلك إلى صحيح الإمام البخاري، وقد سبق أن ذكرنا الاسم الكامل لهذا الكتاب وما فيه من أسرار على وجه الاختصار ومقاصد وأحكام في دلالة اسمه التي ذكرها علماؤنا وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. توجهت عناية المغاربة بعد ذلك إلى العناية بالكتب الحديثية، وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا رحلوا إلى المشرق كي يسمعوا من أربابه ومن أصحابه الذين سمعوا من الإمام البخاري وسمعوا من الأوائل. وأذكر أبا محمد الأصيلي الذي رحل إلى المشرق وكان من الأوائل الذين سمعوا من أو سمعوا ممن سمع عن البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف دخلت الرواية، رواية الصحيح إلى المغرب، ومن هم الأوائل الذين رووا الصحيح؟ أقول على وجه الاختصار لأن المقام لا يسمح بالتفصيل. كان أبو الحسن القابسي المتوفى سنة 403 هجرية من أول من أدخل الصحيح إلى القيروان، كما نص على ذلك العلماء وصاحب شجرة النور الزكية. ثم كذلك ذكر أهل العلم أبا حفص عمر بن الحسن
الهوزني رحمه الله تعالى وصعصعة بن سلام، ذكروا صعصعة بن سلام الشامي كان أول من أدخل الصحيح إلى الأندلس. ثم العلماء الذين رحلوا الاستماع كان ذلك على طريقتين، إما بسبب الحج، بسبب عبادة الحج، فكانوا يذهبون إلى ذهبوا إلى أهل العلم وإلى أهل الحديث كي يسمعوا صحيح الإمام البخاري طلبا لعلو الإسناد وهذه منقبة، وإما من باب الرحلة العلمية ذهبوا من أجل الصحيح. ولهذا الذي اشتهر في الغرب الإسلامي واشتهر كذلك في العالم الإسلامي كما نص على ذلك القاضي عياض، اشتهرت رواية النسفي ورواية الفرابري، وقد سبق أن تكلمت عن الروايات الصحيحة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم هناك روايات أخرى، روايات ست روت لنا، اشتهرت في الغرب الإسلامي يعني في المغرب، روت لنا صحيح الإمام البخاري رحمه الله. والرواية المشهورة هي رواية الفرابري، رواية ابن السكن، ورواية المروزي، ورواية الجرجاني، ورواية المستمني، ورواية الكشمهاني، ورواية أخرى لا أذكرها. ست روايات يتصل سندها إلى الإمام الفرابري الذي سمع عن الإمام البخاري. إذن اهتمام المغاربة بالصحيح كان قديما، بل قالوا كان في منتصف القرن الرابع الهجري. وسأبرهن بإذن الله تعالى في حصة أخرى على أن المغاربة كان لهم اهتمام ودراية بعلم الحديث، دراية ورواية. ما اشتهر بأن المغرب بلد فقه هذا ليس بصحيح. نعم اهتموا بالفقه وألفوا في ذلك وفاقوا أقرانهم وفاقوا غيرهم، لكن لهم عناية أيضا بعلم الحديث. وقد وقع الوهم والوهم لعلمائنا بالمشرق فيما يتعلق بإنتاج المغاربة وبمصنفاتهم ومؤلفاتهم، وسأضرب على ذلك الأمثلة حتى لا يقال بأننا نتعصب لإخواننا ولبلدنا. الأمثلة العلمية، سأضرب الأمثلة العلمية على ذلك. وأدخل في هذه العجالة أذكر شيخ شيخنا الإمام الجوجي رحمه الله تعالى الذي ألف في علم الحديث رواية ودراية، ومؤلفاته أغلبها لا زال مخطوطا، شرحه على سنن الدارمي وفي مجلدات، وهكذا من المؤلفات التي سنذكرها بعون الله عز وجل. إذن حلقات العلم ولله الحمد مفتوحة لكل واحد، حلقات علم الحديث اجتمع فيها المشرقي والمغربي، اجتمع فيها البغدادي واليمني والبصري والموصلي والكرخي والسمرقندي والبغدادي وهكذا، لأن السماع عندهم بمثابة الشهادة. السماع من أصحاب المؤلفات والمصنفات بمثابة الشهادة. أذكر على سبيل العجالة بإذن الله تعالى في دقائق واقعة ذكرها الإمام عفتاح أبو غضة رحمه الله في كتابه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، لتعلموا كيف أن هذا العلم اجتمع فيه الناس من أقطار شتى. وأتعمد في ذكر كلامه لأن الرجل أوتي البيان على وجه الاختصار. قال: وهي تعرفنا، أي هذه الصفحات، قال ذلك تواضع هذا الكتاب، أن لين المقامات العلمية الرفيعة لا يقتصر على جنس دون جنس، ولا بلد دون بلد، ولا لون دون لون، ولا عرق دون عرق، ولا قوم دون قوم، بل كل من جد واجتهد ودأب واصطبر وتفرغ وأقبل نال وارتفع بقدر جده ومواهبه وفضل الله عليه. فالمقامات والمكارم العالية، لا يقصد المقامات يعني الغنائية، المقامات التي تتعلق بهمة الإنسان من باب التقوى ومن باب الاجتهاد وهكذا، لا تنال إلا بالاجتهاد والدأب ومتابعة الجد والطلب، كما قال: فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد
رجوت المحال، وقد وقعت منهم هذه الوقائع المتشابهة والمتوافقة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، هذا الشاهد، وتباعد أزمانهم وأوطانهم، ولكن الناظر في أخبارهم لا يلمح لهذه المفارقات أي أثر، ذلك لأن الإسلام هو الذي سواهم فأحسن تسويتهم وصقلهم فوحد سيرتهم وكونهم هذا التكوين الفريد العجيب. ولسان حال كل واحد منهم يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. يقول: ومن غريب الاتفاق وجميل المصادفات بين الرفاق ما حكاه القاضي بن خلكان في وفاة الأعيان وأنباء أبناء الزمان في ترجمة إمام أهل العربية في عصره بن الأعرابي أبي عبد الله محمد بن زياد المعروف بن الأعرابي الكوفي اللغوي النحوي النسابة الراوية الأديب البارع. قال ابن خلكان: وكان يحضر مجلسه خلق كثير من المستفيدين ويملي عليهم. قال أبو العباس: شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء 100 إنسان، وكان يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غير كتاب، ولزمته 10 سنة ما رأيت بيده كتابا قط. ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال، ولم يرى أحد في علم الشعر أغزر منه. ورأى في مجلسه يوما رجلين يتحادثان، فقال لأحدهما: من أين أنت؟ فقال: من أسبجان، إما بفتح الهمزة وبكسرها كذلك ما ضبط في معجم البلدان، مدينة في أقصى بلاد المشرق. وقال للآخر: من أين أنت؟ قال: من أندلس أقصى بلاد المغرب. فعجب من ذلك وأنشد: رفيقان شتى ألف الدهر بيننا، وقد يلتقي الشتى فيأتلفان. وهناك أمثلة كثيرة تدل على عناية المغاربة بعلمائهم وأمرائهم وبسائر المسلمين، كما قلت بصحيح الإمام البخاري وبعلم الحديث. نؤجلها بإذن الله تعالى لأن المسجد امتلأ، نؤجلها بعون الله عز وجل إلى الحصة المقبلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمورنا. اللهم نسألك من الخير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر السعادة منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. We'll be right back.